للمزيد حول هذه البطولة وانطلاقها اليوم ينضم إلينا هاتفيا السيد محسن لملوم الناقد الرياضي. سيد محسن أهلا بك، هل تسمعني؟ أهلا بحضرتك، سمعك طبعا كويس. أهلا بك، لو تحدثنا سيد محسن عن الاستعدادات لهذه البطولة وأيضا عن دعم الدولة واهتمام السيد الرئيس بهذه البطولة قبل بدايتها وحتى اليوم. والله باختصار شديد أنا عايز أقول لحضرتك إن البطولة جاية في العام على عام 2019 اللي مصر بتترأس فيه الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيسنا طبعا عبد الفتاح السيسي. في كانت مصر ابتدتها باستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار وأبدعت وأبهرت القارة بل أبهرت العالم كله رغم ضيق الوقت. كان مصر وقتها استقبلت البطولة قبلها بخمس شهور أو أقل. المرة دي برضو استكمالا للحدث بتستضيف برضو البطولة نفس البطولة ولكن الأعمار السنية تحت 23 سنة. البطولة طبعا ما عنديش ذرة شك في أن مصر هتقدم بطولة ولا أروع بدل أنها قدمت الكبار ب 24 منتخب فما بالك بثمان منتخبات. طبعا أكيد ده بيدينا أريحية أكتر في التنظيم. على المستوى البطولة نفسها عايز أقول لحضرتك أن هي المهمة تبدو مهمة ثلاثية للمنتخب الأولمبي. أولا إسعاد الجماهير المصرية بعد إخفاق المنتخب الأول في كأس الأمم 2019 للكبار. تاني حاجة الفوز بالبطولة بحكم أن هي على أرضنا، ولكن الأهم من كل ذلك هو التأهل للأولمبياد طوكيو 2020 اللي طبعا عندنا فيها ثلاث فرص ان انت خدت الاول او الثاني او الثالث بتتاهل. فعشان كده يعني كل الظروف مهيئه للكابتن شوقي غريب اللي هو بالمناسبه صاحب اكبر انجاز في تاريخ الكره المصريه لما خد برونزيه مونديال الشباب سنه 2001 في الارجنتين. فمعاه طبعا جيل استثنائي على راسهم زي ما ذكرت منذ قليل رمضان صبحي وزملائه يقدروا يعملوا ده. وان كانت حتى على المستوى الفني الناس بتقول ان البطوله ما فيهاش منتخبات الشمال الافريقي تونس والمغرب والجزائر فده بيكون اقل وطأة شويه بحكم الحساسيه في اللقاءات بيننا وبينهم، لكن يشاء القدر ان الثلاث منتخبات اللي معانا مالي والكاميرون وغانا الثلاثه اخرجوا تونس والجزائر والمغرب، فبالتالي ده بياكد ان هم ثلاث منتخبات من العيار الثقيل جدا. تاهل مصر لن يكون سهلا على اللعيبه ان هم انه يبذلوا اقصى جهد والجمهور ان شاء الله يكون في الموعد ان شاء الله. طب ده فيما يخص اللاعبين والجهاز الفني والاستعدادات، ماذا عن ما يخص التذكرتي الشركة المنظمة والتي تقوم بإدخال ويتم الحجز من خلالها لإدخال الجماهير إلى الملاعب، ممكن تحدثنا عن هذه؟ هل تم مبدئيا تلافي أي أخطاء قد حدثت سابقا؟ والله هي التجربة طبعا مستوحاه طبعا من اللي حصل في كاس الامم الافريقيه للكبار في الصيف الماضي واثبتت نجاحها. انت عن طريق شركه تذكرتي اكيد قدرت تقدر تتحكم في اكبر عدد من الجمهور، لكن انت تتخيل ان بس البعض كان بيواجه صعوبات في الحجز، لهذا اسال حضرتك اذا كان تم تلافي اذا كان لديك معلومات. يا فندم لسببين، اولا ما فيش الضغط الجماهيري اللي كان موجود في الكبار فبالتالي اوريدي الوضع اخف شويه فمش هيبقى فيه الكلام ده ان شاء الله. طبعا هيبقى فيه حضور جماهيري لمنتخبات مصر ماتشات مصر اقصد ده متوقع، بس برضه مش زي الكبار مع كامل تقديرنا واحترامنا للمنتخب تحت 23 سنه كمان المنتخبات الثانيه ما فيش الزخم الجماهيري قوي. بعض المشكلات اللي حصلت وان كانت ضئيله بكل امانه في كاس الامم الاخيره للكبار يعني ان شاء الله سيتم تلافيها في البطولات ان شاء الله. تمام سيد محسن لملوم الناقد الرياضي الكبير، شكرا جزيلا لك.